الله انك محتاج اليه، وان مالي غيرك يا ربي، ولا في احد الجأ اليه الا انت. اذا اقتنعت انت بهذا واصريت ووقفت عند بابه، والله تقضى حاجتك مهما كبرت، والله تقضى حاجتك مهما كبرت. يقول بعض السلف: لو خيرني الله يوم القيامة انه يحاسبني او تحاسبني امي، قلت: لا يا ربي، انت حاسبني لأنك أرحم بي منه.